تخطط منظمة ترامب لإطلاق برج فاخر في دبي بالشراكة مع مطور عقاري سعودي في إطار مساعيها لتوسيع حضورها بسرعة في الشرق الأوسط. سيضم برج ترامب دبي فندقا فاخر ومساكن تحمل العلامة التجارية لترامب بحسب ما أعلنته الشركتان في بيان مشترك. وتستحوذ منظمة ترامب العديد من المشاريع التي تحمل اسمه في دبي بعد شراكة مع مجموعة دماك العقارية عام 2015.